شوف القصة الغريبة العجيبة. محمد بن المنكدر أحد العلماء الصالحين، يوم من الأيام يقول استسقى أهل المدينة، أهل المدينة طلبوا المطر وما نزل، مطر ما نزل من السماء، طلبوا المطر الصالحون ما أنزل الله لهم المطر. يقول وفجأة كنت في المسجد في الليل، مسجد المدينة، تخيلوا المسجد القديم في زمن تابع التابعين، يعني قبل 1200 سنة تقريبا. يقول كنت جالسا في الليل، يقول لي وحدي ظلمة، يقول دخل علي رجل لا أعرفه، ما عرفته، لم يرني، ما شافني الرجل، ما شاف ابن المنكدر، ما شاف، ما رأى أبا عبد الله، يقول لم يرني. يقول فدخل في المسجد وكبر وصلى، يقول وضع رداءه وصلى، هو ما قاعد يشوف ابن المنكدر ما يدري. يقول فلما انتهى من صلاته رفع يده، وقحط في المدينة وجفاف ما في مطر. يقول فرفع يديه إلى السماء وابن المنكدر يسمعه. ابن المنكدر ترى بكاء، يعني ابن المنكدر لما ينقل القصة متعجبا، تخيل ابن المنكدر متعجب من هذا الرجل. يقول فنظرت إليه فقال اللهم، شوف الرجل الغير معروف، قال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، أهل المدينة استسقوك ما أعطيتهم المطر، فأقسمت عليك يا رب أن تسقيهم. قال ابن المنكدر الرجل مجنون، أهل المدينة كلهم الله ما استجاب لهم، ويقول الرجل أقسمت عليك يا رب أن تسقيهم، يقسم على ربه. رب أشعث أغبر ذو طمرين ثياب رايح فيها، لو أقسم على الله لأبره الله. وكم من إنسان جميل، ثيابه جميلة، شكله جميل، قد تزين بأجمل ما عنده، لو رفع يديه ما استجاب الله. هذا موجود. يقول فقال الرجل هذا مجنون، كل المدينة الله ما استجاب لهم يستجاب لك أنت؟ يقول فلا زال يدعو ويدعو ويدعو حتى أرعدت السماء. يقسم ابن المنكدر يقول فوالله ما أنزل يديه إلا والمطر ينزل، المطر نزل. يقول فبكى الرجل، بكى الرجل وهو يقول ربي من أنا حتى تستجيب لي، من أنا حتى تستجيب لي. يقول فظل يصلي حتى الصباح حتى الفجر. يقول فعجبت من أمره. يقول في الليلة الثانية جلست أنتظره. يقول فجاء يصلي حتى الفجر ما يشوفه. يقول في الليلة الثالثة جاء يصلي حتى الفجر، فقلت لابد أن أعرف من هذا الرجل. يقول ولما أصبح الصباح تبعته فعرفت منزله، وفي الضحى جئته فإذا بي سألت عنه، فقالت لي جارته هذا الرجل إسكاف يصلح الأحذية. شوف الرجل اللي أقسم على الله فاستجاب الله له يصلح أحذية. شوف القضية إخلاص، قضية قلب سليم، القضية نية صافية. يقول فجئته وسلمت عليه، قال يا أبا عبد الله حياك الله، ما الذي جاء بك؟ أنت العالم العابد، شو اللي جاء بك عندنا؟ قال أتريد أن أصلح حذائك؟ قال لا، لقد كنت صاحبك بارحة الأولى. قال ماذا؟ قال رأيت ما صنعت لما نزل المطر. يقول فغضب علي ونظر إلي نظر المغضب، ثم قال لي ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله؟ شعلك مني، ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله؟ يقول فخفت منه. يقول فخرجت وانتظرته الليلة الرابعة ما جاء المسجد حتى الصباح. يقول وفي الصبح ذهبت إليه إلى البيت، فقالت لي عجوز عند باب بيته، قالت غفر الله لك يا أبا عبد الله، ما صنعت مع الرجل؟ قلت والله ما صنعت شيئا. قالت ما إن خرجت من المنزل إلا حمل أمتعته وخرج من البيت، إلا حمل أمتعته وخرج من البيت. يقول ابن المنكدر فظللت أبحث عنه سنوات فما وجدته إلى هذه اللحظة، فما وجدته إلى هذه اللحظة. هاجر من المدينة كلها لأن رجلا علم به أن الله قد استجاب دعاءه. اجعل صلاتك فقط لله، صيامك لله، اجعل صدقتك لله، اجعل ذكرك لله، اجعل قرآنك لله، اجعل دعوتك لله، اجعل حضورك للمجلس هذا فقط لله، فقط لله.